أول سؤال يسأل السائل: ما فضل الصيام؟ صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة كما هو معلوم، وهو من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، وكل عمل ابن آدم له وأنا أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن شاتمه أحد أو قاتله فيقل: إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده، النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بالله سبحانه وتعالى: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. وأيضا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وسأعود إلى معنى إيمان واحتساب بإذن الله لأنها وردت في سؤال خاص. غفر له ما تقدم من ذنبه. وسأعود أيضا الذي يغفر في صيام رمضان، هل هي الكبائر والصغائر أم هي الصغائر فقط؟ هي جاءتنا في سؤال خاص بإذن الله سأعود إليها. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يسمى الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، ينادى عليهم: أين الصائمون؟ فيدخلون منه ولا يدخل أحد من هذا الباب سواهم. ففضل الصيام عظيم، وهذه بعض أحاديث لفضل